حديث إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من شر فلان ومن شر الإنس والجن وأتباعهم أن يفرط علي أحد منهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. هذا عند الطبراني وهذا يضاعفه الألباني رحمه الله، لكن ابن حجر يحسنه، ولعل تحسين ابن حجر رحمه الله باعتبار أن هناك سندا موقوفا، ولذلك قال المنذري رجاله رجال الصحيح إلا جنادة ابن سلم وقد وثق.